منظمة الصحة العالمية تعلن عن ارتفاع عدد المصابين والوفيات بفيروس كورونا، وإسرائيل تعلق الدراسة حتى منتصف أبريل نيسان المقبل. المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تؤكد ضرورة توقيع اتفاقية وقف إطلاق النار بأسرع وقت ممكن بين طرفي النزاع في ليبيا. وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر يقول أن كافة الخيارات مطروحة في العراق بعد مقتل جنديين أمريكيين وآخر بريطاني. موجز الأنباء من قناة i24 نيوز، أهلا بكم. أعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل إصابات جديدة حول العالم، في حين تجاوز عدد الوفيات الناجمة عن الوباء حاجز 4000. وبحسب المنظمة فقد تضاعف في الأسبوعين الأخيرين عدد المصابين خارج الصين 13 مرة، كما تضاعف عدد البلدان التي وصل إليها الوباء 3 مرات، فيما أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 75 حالة وفاة جديدة. وأعلنت الجزائر عن أول حالة وفاة بالفيروس، فيما قالت وزارة الصحة الإسبانية إن إجمالي الوفيات بسبب كورونا قفز إلى 84. رأى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أنه من الصعب استكمال مسابقة دور الأبطال والدور الأوروبي نظرا للانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد، وفقا لصحيفة ماركا الإسبانية. وأعلن أكثر من ناد مشارك في دور الأبطال والدور الأوروبي تجميد الأنشطة الرياضية بما فيهم يوفنتوس وإنتر الإيطاليين، بالإضافة لريال مدريد الإسباني الذي بات خاضعا لإجراءات الحجز الصحي. وفي إسرائيل أعلن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تعليق الدوام في جميع مدارس وجامعات البلاد حتى منتصف أبريل نيسان المقبل، داعيا إلى تشكيل حكومة طوارئ قومية لمجابهة فيروس كورونا. وأعلنت وزارة الصحة عن ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا إلى 109 حالات، مع توقعات بارتفاع عدد الإصابات خلال الأيام المقبلة. وتواصل الوزارة فرض الإجراءات الوقائية لمنع تفشي الفيروس في إسرائيل. سنتخذ خطوة أساسية أخرى، سنغلق المدارس والجامعات. قلنا لكم البارحة إننا نفكر في الموضوع من خلال مناقشات طويلة، وهذا هو قرارنا. هذا القرار لا يشمل التعليم الخاص، ولا يشمل الإطار التعليمي للشباب في ضائقة، ولا يشمل روضات الأطفال. سوف نزودكم بالحلول حيال هذه النقاط. ودعا نتنياهو خلال كلمته لإقامة حكومة فورا، داعيا الأقطاب السياسية إلى تشكيل حكومة طوارئ وطنية. أنا أدعو لإقامة حكومة فورا، حكومة طوارئ وطنية من دون تردد أو تأجيل. ستكون هذه حكومة مؤقتة لنكافح سويا من أجل إنقاذ حياة مواطنيننا. علينا أن نضع السياسة جانبا، فيما بعد ستتسنى لنا الفرصة للعودة للنقطة التي تركناها، ولكن المطلوب الآن هو مسؤولية وطنية وشخصية، وهي تطغى على كل معتقد آخر. سنتعاون معا لنتخطى هذه الأزمة، إيمانا منا أن التعاون هو الأمر الوحيد الذي يحول بيننا من أجل صحة وحياة مواطني إسرائيل. مراسلنا بليغ صلادين تواجد في مدينة تل أبيب وأعد لنا هذا التقرير حول آخر الإجراءات والتطورات. نعم، الإصابات بفيروس كورونا مستمرة بالازدياد في إسرائيل، من المتوقع أيضا أن يتضاعف العدد في نهاية الأسبوع القريب. وهناك طبعا جهوزيات التي تتخذها أيضا الحكومة وجهاز الصحة. يعني أيضا رئيس الوزراء اليوم قام بإضافة إجراءات معينة، وكان أهمها طبعا إغلاق المدارس والجامعات أمام ملايين الطلاب في الأيام القريبة وحتى عيد الفصح اليهودي. هذه يعني إحدى الإجراءات التي تتخذ من الأيام الأخيرة بعد يعني منع تجمهر وتجمع أكثر من 100 شخص، وممكن أن يتغير هذا الأمر. وأيضا حتى أن وزارة الداخلية قالت أنه سيكون هناك إغلاق تام أمام جميع الزوار من خارج البلاد، إلا إذا استطاعوا أن يقوموا بفحص أو تأكيد أنهم يعني
يستطيعون الدخول إلى حجر صحي في قنصلية بلادهم قبل سفرهم. فهذا يعني أيضا إجراء آخر الذي تقوم به الحكومة الإسرائيلية لمنع من حد منع من انتشار الفيروس. وفي هذا الموضوع عندما نتحدث عن الحكومة الإسرائيلية أيضا نتنياهو استغل الوقت واستغل هذا الموقف ويقوم بنداء أيضا لباقي الأحزاب الإسرائيلية في ظل التخبطات في السياسة الإسرائيلية ويقول لهم يجب إقامة حكومة طوارئ على الأقل لفترة قصيرة ويعني وضع السياسة إلى الجانب. نبقى في إسرائيل في الشأن السياسي الحزبي، حيث أعلنت رئيسة حزب جيشر أورلي ليفي أبوكسيس عن رغبتها في تقديم التوصية حول مرشح رئاسة الحكومة بمعزل عن حلفائها في تحالف العمل جيشر ميرتس، ما يزيد من صعوبة تشكيل حكومة ضيقة برئاسة جانتس. وكان رئيس التحالف عمير بيرتس قد أعلن تأييده لتشكيل حكومة ضيقة بدعم من القائمة المشتركة. وبدأت تتعالى أصوات داخل الحلبة السياسية الإسرائيلية تطالب بتشكيل حكومة وحدة وطنية في أعقاب انتشار فيروس كورونا، فيما دعا وزير الأمن الإسرائيلي نفتالي بنت إلى تشكيل حكومة طوارئ. كما أعلنت قبل الانتخابات أؤيد إنشاء حكومة ضيقة بقيادة بيني جانتس بدعم من القائمة المشتركة. واجهت الخطوة صعوبات داخل الطرفين. إعلان أورلي ليفي يزيد من صعوبات تنفيذ هذه الخطوة الهامة. على الرغم من المشاعر القاسية ما زلت أتحدث إلى عضو الكنيسة أورلي ليفي وأتمنى تنسيق الأنشطة المستقبلية معه. وبالانتقال إلى الشأن الفلسطيني، أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن السلطات الإسرائيلية بدأت بتنفيذ صفقة القرن الأمريكية في المسجد الأقصى المبارك من خلال الاقتحامات والمظاهر الاستفزازية التي تقوم بها مجموعات من المستوطنين. وأوضحت الخارجية أن الاقتحامات لباحات المسجد الأقصى بحماية قوات الأمن الإسرائيلية تشكل اعتداء صارخا على حرمته في محاولة لفرض أمر واقع التهويد للحرم القدسي والسيطرة عليه. وطالبت الخارجية بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ومقدساته. قال متحدث باسم الحكومة الألمانية في بيان إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل هاتفت رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج وحثته على التوقيع سريعا على اتفاق لوقف إطلاق النار. جاءت المكالمة الهاتفية بعد أيام من زيارة خليفة حفتر إلى برلين القائد العسكري للطرف المعارض في الصراع الليبي. قال وزير الدفاع الأمريكي مايرك إسبر إن الرئيس دونالد ترامب أعطى وزارة الدفاع الصلاحية الكاملة لإمكانية الرد عقب هجوم صاريخي في العراق أسفر عن مقتل جنديين أمريكيين وجندي بريطاني. وقال إسبر أن جميع الخيارات في العراق على الطاولة مطروحة، وتتهم واشنطن جماعات شيعية تابعة لإيران بتنفيذ العملية. وكانت مصادر عراقية وسورية أشارت إلى مقتل 26 عنصرا من الحشد الشعبي في مدينة البوكمال السورية، فيما يبدو أنه رد أمريكي على مقتل الجنود الأمريكيين دون أن يعلن التحالف الأمريكي عن هذا القصف. وفي سياق متصل، أقر مجلس النواب الأمريكي الذي يقوده الديمقراطيون تشريعا يقيد قدرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على شن حرب على إيران، ويلزم مشروع القانون الذي وضعه السيناتور الأمريكي الرئيس بسحب القوات الأمريكية المشاركة في أعمال قتالية ضد إيران ما لم يعلن الكونغرس الحربة أو يوافق على تفويض محدد باستخدام القوة العسكرية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.